مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من 7 دي سبورت. هنتابع فيها اخبار كتير واحداث كتير، وطبعا طبعا لبعثه النادي الاهلي اللي اتحركت من شويه، وعلى مستويات الالعاب الاخرى في النادي الاهلي وعلى مستوى العالم العربي كمان. معانا اخبار النهارده شيقه جدا، ولكن كالعاده نبدا اخبارنا من العناوين. الاهلي يختتم استعداداته في القاهره قبل السفر الى المغرب. الأهلي لكرة الماء يفوز على الجزيرة 8-7 ويقترب من حسم الدوري. بيريرا: لدينا مشكلة في تقنية الفيديو ولست من يعين الحكام. نجم الأهلي بيرستاو على رأس قائمة جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب المغرب. وليونيل ميسي يضع خطة طوارئ للهروب من انتر ميامي. واكيد على مدار حلقتنا هيكون معانا حاجات تانية كتير ومفاجآت واخبار تانية كتير. تعالوا نبدأ بقى الحلقة بحاجة يعني لازم اتكلم فيها. الاهلي عودنا على ان مفيش فرق بين انك تلعب على ارضك او بره ارضك. الاهلي عودنا انه على طول بيلعب على البطولة، ما تفرقش في القاهرة، في كازابلانكا وفي حتة تانية كمان. الأهلي عودنا على إن روح الفنانة الحمراء والاجتهاد هم سر البطولات. تعالوا كده نرجع لورا شوية، في 82 جبناها من قلب كوماسي في غانا. في 2006 جبناها من رادس في تونس. في 2008 جبناها من جارو في الكاميرون. ورجعنا في 2012 وجبناها التاني من رادس. حتى في 2021 إحنا كسبنا البطولة مع كايزر تشيفز، يعني كسبنا بكازابلانكا برضو. الأهلي ما يعرفش غير البطولة والذهب والمركز الأول. جمهور الاهلي في ظهركم، ودايما مجلس اداره النادي الاهلي في ظهركم، والباقي انكم تكسبوا زي ما عودتونا وترجعوا للبطوله الافريقيه وتفرحوا جمهور الاهلي في كل مكان وتفرحوا مصر كلها. تعالوا نروح نشوف تقرير عن بطولات افريقيا اللي حسمها الاهلي خارج الديار، ونرجع نتكلم معانا في مواضيع كتير في حلقتنا النهارده. يعني شيء مش جديد على النادي الاهلي انه يجيب البطوله من بره، ولكن موقف النادي الاهلي في البطوله دي فوزه هنا مديله فرصتين، تتعادل او تكسب. فبالتالي فرص النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من فرص فريق الوداد، الفريق المحترم المنافس القوي للنادي الاهلي، لكن فرص النادي الاهلي دائما وابدا في النهائيات بتكون اكبر. تعال نروح نشوف فريق النادي الاهلي بقى الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. النهارده خاض المران الختامي في القاهره صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر الى المغرب، استعدادا لمباراه الوداد المغربي المقرر لها يوم 11 يونيو الجاري، اللي هو يوم الاحد الجاي يعني، على مركب محمد الخامس في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين عاده مارسيل كولر المدير الفني للفريق بيعمل محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المباراه للحديث عن الجوانب الفنيه والخططيه وخوض الفريق فقره من الاحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكره. وطبعا ادى رباعي حراس المرمى زي ما حضراتكم شايفين معانا كده اهو، الرباعي باكمل وعلى اكمل وجه طبعا، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء كمان أدوا تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكم مدرب حراس المرمى، والأربعة سلام بنسبة 100%، وكل الفرقة بالمناسبة سليمة بنسبة 100%، وكل الفرقة على أتم استعداد لمباراة النهائي. وأي حد مش موجود في التشكيل هيكون لسبب فني، لكن على المستوى الطبي كل الفرقة سليمة بنسبة 100%، مفيش لعيب رايح المغرب مش سليم 100%، ومفيش لعيب مش مسافر، كل الفرقة مسافرة. فيعني إن شاء الله نتمنى التوفيق للفرقة، وجمهور النادي الاهلي واثق في الفريق ده، واثق ان المجموعه دي البطوله دي تحديدا كان ليها وضع خاص جدا عند جمهور النادي الاهلي، يمكن من بعد ماتش سان داونز تحديدا، يعني اللي هو نقطه تحول لفريق النادي الاهلي، نقطه تحول حتى في المدرجات لجمهور النادي الاهلي، كله تكاتف وكله التف حوالين الفرقه. كان التاهل صعب، ولكن كعاده النادي الاهلي ممكن يكون التاهل صعب لكنه دايما مرشح للمباراه النهائيه، وده اللي حصل كعاده النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين مارسيل كولر عنده دايما الخطه موجوده، ولكنه في محاور فنيه بيتحرك فيها. يعني الماتش اللي فات مثلا شفنا ثلاثي نص الملعب كان حمدي فتحي واليو ديانج ومروان عطيه، اللي هو تقريبا هو الوحيد اللي ثابت في الثلاثي بتاع نص الملعب، لكن حمدي فتحي كان دوره اكتر كبلاي ميكر مش ديفندر، زي ما مثلا كان موجود في ماتش الزمالك اللي احرز فيه هدف كان دوره برده كبلاي ميكر. ممكن الماتش الجاي نخش نشوف عمرو السوليه موجود في التشكيل، ويبقى الثلاثي بتاع نص الملعب ليه ادوار مختلفه تماما، وممكن نفس الثلاثه يبقى لهم ادوار مختلفه تماما. ولذلك مارسيل كولر من الناس المميزه في توظيف اللاعبين باماكن بشكل مختلف. نفس الكلام دور مثلا بيرستاو والشحات حسين الشحات، الاثنين دول ساعات يبقوا ونجات ثابتين على الخط
وليهم حركات وتحركات بشكل مختلف والتاكتكس بتاعهم بشكل مختلف، وساعات يبقى ليهم ادوار دفاعيه من قبل نص الملعب، يعني اللي هو خط الدفاع الاول للفريق بيبقى من الهجوم. فمستر مارسيل كولر دايما معودنا على ان الخطه مش هي شكل اللعب، يعني خطه النادي الاهلي كالمعتاد ممكن تكون ثابته، لكن شكل لعبه واداء النادي الاهلي مش ثابت. الطريقه اللي بيدير بيها مارسيل كولر كل مباراه مختلفه عن المباريات الاخرى، كل لقاء وليه احداثه وليه الطرق اللي الراجل بيشوفها وليه الفرقه اللي بيلعبها ليها اعتبارات اخرى، وتلعب على ارضك غير بره ارضك. وخلي بالكم الراجل يعني مثلا في كاس العالم للانديه كان ساعات بيلعب باتنين ديفندرات قدام فرق كبيره وعايز يفتح الملعب، وبعد كده رجع لا قرر ان لا احنا كده كده حتى الفرق الكبيره حتى الفرق الصغيره لازم يبقى الثلاث ديفندرات ليهم واجبات مختلفه. التغيير في الواجبات شيء، والتغيير في شكل الخطه شيء تاني، والتغيير في اللاعبين، وده دلوقتي تقريبا مستر مارسيل كولر عمل روتيشن كبير في اول الموسم، جهز تقريبا ال 20 لعيب اللي بيعتمد عليهم او ال 25 لعيب كمان اللي بيعتمد عليهم بقوا مجهزين بشكل بنسبه 100% تحس ان كلهم اساسيين. يعني لو جيت اتكلمت في خط الظهر عبد المنعم وحمدي اساسيين، رامي ربيعه اساسي ومتولي اساسي، لان نسبه المشاركه بتاعتهم كلهم قريبه من بعض. ده الروتيشن اللي كان مستر مارسيل كولر عامله في اول الدوري واول الموسم، مش الدوري بس، لان في كل البطولات حصل الروتيشن ده، حتى في كاس العالم كان ممكن كل ماتش تلاقي لعيب في مركز غير يعني نفس المركز لاعبين ولكن الاثنين اساسيين. دي الطبيعه اللي الراجل لقى ان هو عشان يبقى بيلعب في 3 4 بطولات في نفس الوقت والشكل الاداء يبقى ثابت، لقى ان هو لازم يعمل كده. حتى وهو مثبت التشكيل انت ما تعرفش الواجبات بتاعه كل لاعب قبل الماتش هتبقى ايه، رغم ان انت اللعيب هو، يعني ممكن يبقى تغييره قفشه دي تغييره هجوميه وممكن تبقى تغييره دفاعيه. الراجل وصلنا لمرحله ان احنا عندنا استقرار فني لكن حالات اللعيبه في الملعب ومراكزهم ليها ادوار مختلفه تماما في كل ماتش. ولذلك ماتش الوداد حتى لو بدانا بنفس التشكيل لكن تكتيك الماتش هيودينا في حتت تانيه كتير جدا، ظروف اللقاء هتودينا في حتت تانيه كتير جدا. تعالوا برضو نتكلم عن رحله النادي الاهلي من القاهره للمغرب. النهارده الصبح او من مش الصبح يعني بعد العصر كده تقريبا غادرت بعثه الاهلي مطار القاهره الدولي للسفر الى المغرب لخوض مباراه الوداد المغربي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. البعثه تقريبا فيها مرافقين كتير على راسهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي هيرافق البعثه اللي بتطير للمغرب برئاسه الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي لخوض المباراه المقرر لها يوم 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. كمان اعضاء مجلس اداره كتير سافروا من مجلس اداره النادي الاهلي، منهم النائب محمد الجرحي، وكمان ادي طبعا الكابتن محمود الخطيب وهو ماشي بيسلم على اللعيبه في الطياره، ودعمه للعيبه كلهم طبعا. المشيه بتاعت ممر الطياره دي مشهور بيها الكابتن محمود الخطيب ان هو بيبقى كمان في النهائيات بالذات ليه دور نفسي مع اللعيبه. كمان مجلس الاداره تقريبا في اغلبه مسافر، النائب محمد الجرح مسافر، الاستاذ طارق قنديل مسافر، الاستاذ محمد سراج المهندس محمد سراج مسافر، تقريبا المجلس يعني قليل منهم بس اللي قاعدين في مصر، لكن الباقي كله موجود لدعم الفرقه في المغرب. وطبعا كابتن حسام غالي هو رئيس بعثه النادي الاهلي، وده تكليف كبير جدا للكابتن حسام غالي احد قاده النادي الاهلي عبر التاريخ. يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب ما سابش لعيب في الطياره ما سلمش عليه، والتعامل النفسي من رئيس النادي الاهلي مع البعثه ليه دور كبير جدا 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 في الماتشات النهائيه. في لعيبه بتحب جدا ان يبقى اتحسب الدعم من الناس كلها، مش بس من الجمهور، من الجمهور ومن الجهاز الفني ومن الجهاز الاداري وكمان من مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب على درايه بده وعارف قيمه وجوده على وجوده في البعثه، يعني قيمه وجود كابتن محمود الخطيب في البعثه بتسهل حاجات كتير جدا، يعني سواء على المستوى الاداري او حتى على مستوى استقبال بعثه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب بيرقى استقبال خاص في كل الاماكن اللي بيروحها طبعا. يعني نتمنى ان البعثه كلها تبقى ان شاء الله ان شاء الله يعني بكامل صحتهم وكامل عافيتهم يوصلوا المغرب ان شاء الله، وان شاء الله رب العالمين يكون نهائي من نصيب النادي الاهلي. ادي طبعا كابتن حسام غالي مع دكتور احمد ابو عبله كان موجود دلوقتي على الشاشه. كل الفرقه ان شاء الله ان شاء الله ترجع ببطوله افريقيا ال 11 للنادي الاهلي. لسه احنا في النادي الاهلي ولكن عند لجنه العضويات، لجنه العضويات برئاسه الدكتور الكابتن الاستاذ طارق قنديل عفوا عضو مجلس اداره النادي الاهلي عقدت اجتماع بفرع التجمع الخامس للمره الثانيه على التوالي، وشهدت اقبال متزايد. طبعا الفرع ده تحديدا دايما هتلاقي اقبال متزايد لحد ما نشوف الاسعار الجديده ايه اللي هيتم طرحها بعد كده، لان احنا بعد افتتاح النادي الاهلي فرع التجمع الخامس او مقر التجمع الخامس، بعد الافتتاح
الموضوع اختلف تماما، الناس شافت انجاز على الارض، فبالتالي الاقبال بقى قوي جدا، والانضمام لعائله النادي الاهلي دلوقتي يعني يا تلحق تبقى موجود بالاسعار الموجوده دلوقتي، يا لو استنيت الله اعلم بقى هتبقى الاسعار عامله ازاي. طبعا اجرت اللجنه المقابلات الشخصيه لعدد كبير من المتقدمين بعد الطفره الكبيره اللي شهدها الجميع في فرع القاهره الجديده، وطبعا المنشات الحديثه اللي زي ما حضراتكم شايفين كده، ده على المبنى الاداري ده على 1000 متر انت متخيل، وزي ما حضراتكم شايفين المنظر اللي احنا شايفينه على الشاشه معانا دلوقتي، الجوده اللي بيها الفرع ده من منشات ومن شكل ومن مساحه، 50 فدان دي مساحه كبيره جدا، وهو ده الانجاز الكبير لمجلس اداره النادي الاهلي. خلي بالكم البطولات كل اعضاء مجلس الاداره دول كانوا موجودين في قبل كده وحصلوا على بطولات مع النادي الاهلي، وكمان اي مجلس اداره للنادي الاهلي حصل على بطولات، لكن انجاز اي مجلس اداره هو اللي هيبقى، اللي هيبقى من مجلس الاداره ده هو فرع التجمع الخامس ده. يعني انا كعضو جمعيه عموميه شايف ان دي اضافه كبيره جدا من مجلس الاداره الموجود الحالي، وحتى الادارات التنفيذيه كلها اللي شاركت، الاداره التنفيذيه الموجوده حاليا او اللي قبل كده، العميد محمد مرجان كان موجود قبل كده في مثلا بدايه الفرع ده، كل الادارات التنفيذيه اللي شاركت في الفرع ده ليها بصمه زي ما حضراتكم شايفين، ملاعب تنس، ملاعب كوره، ملاعب فولي وهاند بول، وكل تقريبا كل الالعاب، حاجه تدعو للفخر الحقيقه. يعني الاعداد الاجتماعيه اللي زي ما حضراتكم شايفينها على شمال الشاشه دلوقتي حاجه راقيه جدا، فرع بصراحه متكامل، رغم ان هو ده 80% لسه في 20% من الفرع، خلي بالكم يعني دي مجرد 80% من فرع التجمع الخامس، يعني حاجه عظيمه جدا. يعني شايفين الجوده في الخامات المستخدمه في الملاعب، للناس اللي بتفهم في الترتان وفي النجيله وفي الحاجات دي كلها، الملاعب فيها نجيل صناعي وفي نجيل طبيعي، يعني في حوالي 4 ملاعب نجيل صناعي وفي 3 ملاعب نجيل طبيعي، فطبعا حاجه صرح كبير جدا. وعلى المستوى الاجتماعي كمان الحاجات اللي ورا دي، ده الاعداد الاجتماعيه، جراج كبير جدا بيحيط بالنادي تقريبا، فمفيش تقريبا عضو التجمع الخامس او عضو النادي الاهلي اللي هيستمتع بفرع التجمع الخامس او فرع القاهره الجديده يعني مش هتقابله اي مشكله، كل حاجه مدروسه وكل حاجه محسوبه وكل حاجه مخطط ليها. يعني الحقيقه ان هو فرع مميز جدا، وفرع على المستوى الانشائي هينقل الانديه المصريه في حته تانيه خالص، لان انت عشان تعمل اي نادي تاني او عشان تعمل اي مقر تاني للنادي الاهلي مش هيبقى اقل من كده، ودي مشكله هتقابل كل المجالس اللي هتيجي بعد كده سواء في النادي الاهلي او في غير النادي الاهلي، لان الطفره الانشائيه اللي حصلت دي الناس هتقارن بده، خلي بالكم الناس هتقارن الطفره الانشائيه اللي فيها النادي الاهلي ده باي حته تانيه، فبالتالي الموضوع بقى صعب على مجالس الاداره اللي هتيجي بعد المجلس الحالي الحقيقه. يعني الموضوع بقى صعب جدا كمان، مش بس على مجالس الاداره، على اللي هينفذوا اي مخطط هيضعوا اي مجلس اداره، لانه مش هينفع يقل عن الشكل اللي احنا شايفينه ده بصراحه. طبعا انا بشفق على مجلس اداره النادي الاهلي وبشفق على رئيس لجنه العضويات دكتور او الاستاذ طارق قنديل، ان هو كمان الفتره دي هتبقى ضغط عليه زياده، كمان ان هو هيبقى في لجنه بعد ما يرجعوا من المغرب، ودي اظن مش عارف هتبقى اللجنه الاخيره او هيبقى في لجان ثانيه لفرع التجمع الخامس قبل 1/7 بقى اللي بعد كده هنشوف الاجراءات هتختلف والفلوس هتختلف، لكن ده عشان اللجان الكتيره اللي بتحصل الفتره دي لسرعه انهاء الاجراءات الخاصه بطلبات العضويه في ظل التسهيلات العديده اللي بيمنحها النادي الاهلي لاتاحه الفرص امام العدد الاكبر يعني للالتحاق بالنادي الاهلي فرع التجمع الخامس. ده شيء مهم جدا ان انت تسهل على الناس انت اللي تروح لهم، وفي نفس الوقت بدل ما كان الاول الانترفيوهات بتبقى في فرع الجزيره، لا دلوقتي كلها في فرع التجمع الخامس اهو او معظمها يعني، وده شيء للتسهيل على الناس ولتسهيل الاجراءات كمان اللي احنا بنشوفها بمنتهى السلاسه. انا كنت موجود في فرع التجمع الخامس قريب يوم الافتتاح، شفت كمان السلاسه في كل شيء الحقيقه. لسه مع النادي الاهلي ومع لعبه البينج بونج او اللعبه المميزه جدا دلوقتي في النادي الاهلي بعد وجود تنس الطاوله، طبعا بعد وجود عمر عصر وبعد وجود هنا جوده بقى في اسماء في البنات، وطبعا حتى اللعيبه الثانيه دينا مشرف ومريم الوديري كلهم بصراحه، كل اللعيبه واللاعبات كلهم على اعلى مستوى، كل اللعيبه واللاعبات فنيا على اعلى مستوى. الكابتن محمود الخطيب بقى وجه رئيس النادي الاهلي التهنئه لفريق الرجال والسيدات في لعبه التنس الطاوله بعد الفوز ببطوله الدوري، واشاد بالجهود الكبيره بصراحه اللي بذلها اللاعبين واللاعبات على مدار الموسم، وتحقيق الانتصارات اللي تليق بالاهلي وتصدر الترتيب بشكل يعكس التكاتف اللي كانوا فيه والتعاون بتاع المنظومه، بصراحه يعني حاجه عظيمه جدا. واشار رئيس النادي الاهلي الى ثقته في الاجهزه الفنيه واللاعبين واللاعبات واصرارهم على الاستمرار في مسيره الانتصارات خلال المرحله القادمه،
بما يسعد جماهير الأهلي ومحبيه. وأكد رئيس النادي الأهلي أن التفوق الواضح لتنس الطاولة الأهلاوية يحمل كل عناصر المنظومة مسؤولية مضاعفة. دي نقطة مهمة جدا أن أنت تحافظ على الحتة اللي أنت فيها دي، وجهد وتركيز مضاعف للحفاظ على المكانة التي يتبوأها النادي الأهلي في لعبة تنس الطاولة وفي كل الألعاب. الحقيقة أن أنت كل ما بتحصل على بطولات أكتر وكل ما بيكون ليك تاريخ في اللعبة أكتر بيبقى عليك مسؤولية أن أنت تحافظ على مكانتك اللي أنت فيها يعني. وده دور النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما أجيال بتسلم بعض بالطريقة دي. اللي موجودين دلوقتي هيعلموا الصغيرين اللي معاهم ان احنا لازم نفضل في المكانه دي، لازم نفضل في المركز الاول، لازم نحافظ على التواجد اللي فيه النادي الاهلي والشعبيه اللي فيها النادي الاهلي والانتصارات طبعا يعني. نروح بقى لفريق كره الماء بالنادي الاهلي اللي عمل انجاز امبارح كبير جدا بفوزه بنتيجه 8-7 خلال المباراه مع فريق الجزيره، نادي الجزيره اللي جمعتهم بحمام سباحه النادي الاهلي بمقر النادي الاهلي بالجزيره. ونجح رجال كره الماء في تحويل تأخرهم أمام فريق الجزيرة لانتصار مثير في نهاية المباراة. الحقيقة أن المباراة كانت قوية جدا، وزي ما حضراتكم شايفين الصورة هي معانا الاحتفال لاعبي النادي الأهلي، والمباراة دي تخلي النادي الأهلي على بعد نقطة واحدة من الفوز ببطولة الدوري يعني، وفي ثلاث مباريات كمان متبقي، ثلاث مباريات للتتويج رسميا ببطولة الدوري، محتاجين نقطة واحدة فقط. ويقود الجهاز الفني لفريق رجال كرة الماء بالنادي الأهلي كابتن وليد عزت مدير فني، وتوفيق حماد مدربا، وسيف ممدوح مدير إداري، وكابتن سامح العشري المدير الإداري للقطاع التعليمي، وخالد عيسى محلل الأداء، وأحمد أكرم أخصائي التأهيل، وأحمد الحفناوي أخصائي نفسي، ودكتور الحسن محمد طبيب الفريق. حقيقة يعني إنجاز كبير، ونتمنى إن شاء الله إن في أول ماتش نحصل على النقطة اللي احنا محتاجينها ونتوج بالدوري، ودي نقطة مهمة جدا. كان في غياب للبطولة دي بصراحة عن كرة الماء، ولكن إن شاء الله يكون ده العودة يعني. زي ما حضراتكم شايفين كان في حضور جماهيري كمان من اعضاء النادي الاهلي، وكان في حضور جماهيري، اكيد كان في جمهور كالعاده في اي لعبه في النادي الاهلي. وجود الجمهور شيء مهم ودعم كبير جدا، وخصوصا في الماتشات المهمه زي دي. كمان مجلس اداره النادي الاهلي، هو نائب رئيس مجلس الاداره معالي الوزير العمري فاروق، واخوه طبعا دكتور هشام العمري، الاثنين من محبين الالعاب الخاصه بحمام السباحه يعني. فطبعا فوز كان مهم جدا، وان شاء الله يتم تتويج بطولة الدوري إن شاء الله قريب. إحنا معانا ثلاث ماتشات محتاجين منهم نقطة واحدة بس. هنطلع فاصل صغير ونتواصل مع حضراتكم مرة أخرى في 7 داي سبورت، ولكن انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان يكون معانا مفاجأة من مفاجآت حلقتنا النهاردة. والحقيقة يعني إن إحنا معانا اسم كبير جدا في عالم التدريب، واسم كبير جدا كلاعب حارس مرمى لريال مدريد وبرشلونة، جمع بين تدريب ريال مدريد وبرشلونة، ودرب كمان ريال مدريد ودرب منتخب اسبانيا، ومتوج بالدوري الاوروبي مع اشبيليه، ونجح هذا الموسم في الابقاء على ولفرهامبتون في البريمير ليج بعد ما جمع 41 نقطه هذا الموسم. المدرب الاسباني القدير لوبوتيجي، بنشكرك اولا على قبولك دعوتنا في 7 داي سبورت، وبنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحيات جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه للوبوتيجي، اهلا بيك. أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذه الدعوة، إنه لشرف أن أتواجد معكم ولكل جماهير الأهلي في كل العالم من هنا من إسبانيا. طيب في البداية عايز أكلمك على تجربتك السنة دي مع ولفرهامبتون وإبقائك في الدوري والوصول لأن أنتوا تبقوا مستقرين في البريمير ليج. طبعا تجربة ما كانتش سهلة بكل التأكيد بالنسبة لك. بالطبع حقيقة الأمر لم يكن سهلا. عندما توليت المهمة في الجولة 17 الفريق كان يعاني من الهبوط، وكان قريبا للغاية من مقاعد الهبوط، كان على بعد 4 نقاط من مقاعد الهبوط، وحاربنا كثيرا لكي نستطيع أن نبقى في البريمير ليج، واستطعنا أن نحسم مسألة البقاء قبل 5 جولات. الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، كان يحتاج المجهود الكبير من اللاعبين ومن الطاقم الفني، وبعيدا عن النجاحات التي تحققت مع إشبيلية من قبل، الأمر كان صعب للغاية مع ولفرهامبتون لأنها كانت التجربة الأولى لي في البريمير ليج، وبطبيعة الحال وبكل تأكيد هذه المهمة الأخيرة كانت بالطبع الأصعب في مسيرتي، وكنت سعيدا للغاية بما حققناه،
وأنا سعيد للغاية في النهاية. طيب عايز بما اننا بقى في مصر، يعني هنا عايز اسالك عن النجم المصري محمد صلاح اللي احرز 30 هدف في البريمير ليج السنه دي، رغم ان ليفربول مش في احسن حالاتهم وفي كل البطولات، في كل البطولات مش في البريمير ليج طبعا، رغم ان ليفربول مش في احسن حالاته، يمكن في دروب هم السنه دي ليفربول، ولكن محمد صلاح حافظ على معدل التهديف بتاعه خلال تواجده في ليفربول هذا الموسم. شايف ازاي النجم المصري محمد صلاح وشايفه محافظته على اداءه ومستواه في خلال مسيرته في البريمير ليج؟ بطبيعة الحال محمد صلاح لاعب كبير للغاية، ومحمد من اللاعبين الذين يستطيعون حتى وإن كان الفريق ليس في حالته يستطيع أن يقدم أفضل أداء له. محمد هو يقدم ليس مستوى فني فقط، ولكن أيضا مستوى بدني. الأمر لا يتوقف فقط على الفنيات، لكن عليك أن تحافظ على مستواك البدني لكي تستطيع أن تظهر بأفضل مستوى لك. محمد صلاح يقدم مستوى كبير في إنجلترا، وأعتقد أنه بطبيعة طبعا لم يكن الموسم الأفضل له مع ليفربول، ولكنه كلاعب يعجبني كثيرا. طيب هسألك عن البريمير ليج في الموسم الجديد، المنافسة فيها هتبقى شرسة جدا، خصوصا ان المرة دي كمان وجود أرسنال بقوة الموسم ده ووجود او بعد ليفربول الموسم ده هيبقى عايز يرجع اكتر الموسم الجاي. شايف منافسة الفرق في البريمير ليج الموسم اللي جاي ازاي بعد ما الأندية بقت اقوى واشرس بوجود أندية كانت بعيدة قربت كتير الموسم ده زي أرسنال وزي مثلا نيوكاسل، أندية كتير قربت، واستون فيلا، أندية كتير قربت من ان هم يبقوا منافسين لمانشستر سيتي وليفربول، ومانشستر يونايتد السنة دي كمان رجع بقوة. الأمر طبيعي بالنسبة لي، دخول أكثر من نادي في المنافسة أمر طيب للمنافسة ولزيادة قوة البطولة. في إنجلترا المنافسة صعبة للغاية، وبإمكان أي فريق أن يفوز على أي فريق، الفوارق ليست كبيرة بين الأندية، ومن بين هذه الصعوبات التي نواجهها دائما في البريمير ليج هي حجم التنافسية بين الفرق. نحن مدركون بطبيعة الحال لصعوبة المنافسة في بطولة مثل هذه، لأن كل الفرق تصرف الأموال لكي تستخدم اللاعبين الذين يساعدونهم على أن ينافسون في الموسم المقبل. أعتقد كما قلت أن المنافسة ستكون قوية بطبيعة الحال، وبشكل منطقي ستكون هناك منافسة بين أكثر من نادي، والصعوبات ستكون أكثر من الوضع الحالي. طيب هسألك عن سؤال كمدير فني، هل فكرت في التعاقد مع لاعبين مصريين بعد تألق صلاح ووجود النني في الدوري الإنجليزي، وقبل كده كان في الدوري الإنجليزي تريزيجيه، وجودة اللاعب المصري في الدوري الإنجليزي كانت مميزة على فترات كمان، وجود كابتن حسام غالي، ميدو، فكرت في وانت مدرب لريال مدريد سابق وانت مدرب لإشبيلية سابق وحاليا انت لولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فكرت في ضم احد اللاعبين المصريين لناديك؟ نحن كمدربين لا نفكر في جنسية اللاعب، نفكر في الجودة الفنية التي يقدمها اللاعب. وفي الوقت الحالي أنت تتحدث عن لاعبين كبار، محمد صلاح مثل، على المستوى الرياضي بطبيعة الحال الأمر مفتوح لكي نتعاقد مع أي لاعب. الأهم هو أن يثبت هذا اللاعب الجودة الفنية اللازمة والقدرة البدنية على التنافس في دوري قوي مثل الدوري الإنجليزي. العامل الاقتصادي أيضا له عامل، هناك لاعبون نستطيع أن نتعاقد معهم أو لا، الأمر يتوقف على ظروف اللاعب نفسه. طيب كأس العالم بعد القادم إن شاء الله 2025، كأس العالم للأندية هيكون 25 فريق، وخلاص في فرق ضمنت التواجد في كأس العالم بعد القادم إن شاء الله اللي هيكون في أمريكا، ومنهم نادي الأهلي المصري، ومنهم ريال مدريد، ومنهم أندية أخرى في أوروبا ضمنت التواجد. شايف كأس العالم بشكله الجديد 25 لعيب هيكون أقوى من الشكل الحالي لتواجد 7 فرق، وهل ريال مدريد مرشح برضه
كعادته يعني ان هو في البطولات الموجوده فيها العالميه او الشامبيونز ليج بيبقى دايما المرشح الاول، شايفه ايضا مرشح اول في بطوله مثل هذه؟ في عالم كرة القدم لا يوجد مرشح على الإطلاق يكون مرشح لكل البطولات، لأن مثل هذه البطولات تكسب في داخل الملعب بطبيعة الحال. ريال مدريد هو الفريق الأكبر والأقوى ويكون مرشح، ولكن ستكون هناك منافسة مع أندية أخرى. ستكون المنافسة أقوى لأن البطولة ستضم عدد أكبر من الأندية، وفي بطبيعة الحال سيكون هناك الفريق الأكبر مثل ريال مدريد مثلا، بطبيعة الحال الفريق الذي اعتاد على المنافسة على البطولات الكبرى، لأن مثل هذه الفرق تفكر دائما في كيفية الحفاظ على أعلى نسق لها وتدخل كل بطولة من أجل الفوز بها. ولكن في النهاية أعتقد أن من لصالح كرة القدم البطولة ستكون أفضل وأقوى بتواجد فرق أكبر والمستوى سيكون أفضل. طيب هسألك عن رأيك في تحول وجهة لاعبين للأندية السعودية، زي بعد ما رونالدو راح وكريم بنزيما راح ودلوقتي بيتقال ان راموس كمان احتمال يروح، نجولو كانتي احتمال يروح، شايف ده مفيد للعيبه دي؟ وطبعا بقى الدوري السعودي دلوقتي في منافسه لاستقطاب اللعيبه الاوروبيين واللعيبه العالميين كمان. أنظر للأمر كمحب لكرة القدم، الأمر منطقي على المستوى الرياضي، لأن عندما يكون اللاعب يستطيع أن يقدم المزيد في مسيرته من الممكن أن يبحث عن دوريات أخرى. أعتقد أن الدوري السعودي أصبح من الدوريات الجاذبة في الفترة الأخيرة، سواء على المستوى التنافسي أو على مستوى أيضا المستوى المادي. الدوري السعودي رأينا أنه يجذب لاعبين لازالوا قادرين على تقديم أفضل ما لديهم حتى وإن كانوا في المرحلة الأخيرة من مسيرتهم، ولكني أعتقد أن الأمر كلما ازدادت المنافسة بين الفرق تزداد أيضا استقطاب اللاعبين الكبار، وهذا ما حدث بالفعل. طيب هتكلم معاك بقى، أنت كنت حارس مرمى خلال مشوارك كلاعب، مين هم بالنسبة لك أفضل حراس مرمى موجودين في العالم في الوقت الحالي؟ أنا أنظر الآن للأمر ليس كحارس سابق ولكن كمدرب، ولكن بالطبع هناك حراس كبار، وفي كل مرة تكون هناك منافسة أكبر وهناك أسماء أخرى تظهر، ليس هناك اسم محدد، ولكن مع تطور كرة القدم وتغير مفاهيم كرة القدم أصبح دور الحارس أكبر من الفترات السابقة. في الفترة الحالية هناك أسماء كثيرة، لا يمكنني أن أحدد اسم بالتحديد، وهذا للجماهير أكثر، ولكني كمدرب أنظر للأمر بطريقة مختلفة. طيب صحينا الصبح النهاردة ليونيل ميسي في ميامي في أمريكا، كنت تفضل وجوده في برشلونة مرة تانية أو إن هو ينهي مسيرته في ميامي في أمريكا مع وجود بند إن هو ممكن يمشي في شهر يونيو في أي وقت من الثلاث سنين اللي هو مضيهم في ميامي؟ لا أملك وقت، لا أملك التعليق المناسب على هذا الأمر، لأن اللاعب هو من يقرر مصيره بيده، وهو الأدرى والأكثر معرفة بظروفه. الأمر صعب بالنسبة لي، أنظر للأمر بشكل مختلف، ولكن بالنسبة للاعب فتكون هناك حسابات أخرى. ميسي يبقى هو أحد أهم وأفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، ومتأكد من أن هذه الخطوة لن تؤثر على أي شيء بالنسبة له، لأن الأمر لن يتغير على المستوى الرياضي بالطبع. إحنا بنشكر اللي بتيجي على التواجد معنا النهاردة في 7 داي سبورت، وكانت اضافه قويه، وبنشكرك على تلبيه الدعوه لوجودك معانا في 7 دي سبورت، ونتمنى انها تتكرر ان شاء الله مع نجاحات كبيره وجديده ليك ان شاء الله.
أشكركم على هذه الاستضافة، وكنت سعيد للغاية بتواجدي معكم. شكرا ليك لوبتيجي. الحقيقة يعني أن أنا لازم أشكر كمان زميلنا أحمد شهاب اللي كان ليه دور كبير في تواجد لوبتيجي معنا، 5 شهور مجهود كبير ليه أنه هو بيرتب مع لوبتيجي عشان يبقى موجود معنا. أحمد شهاب من الناس الشاطرين جدا في الوصول، أول مرة على فكرة لوبتيجي في القنوات العربية، وأول مرة في قناة مصرية، مدير فني في البريمير ليج، ومدير فني سابق لمنتخب اسبانيا، مدير فني سابق لريال مدريد، نجم من النجوم الكبار في الكره العالميه لوبيتيجي، اسم كبير جدا. بشكر فريق الاعداد بالكامل شكر خاص، وبشكر احمد شهاب لانه عمل مجهود كبير جدا، بشكره مره تانية. احمد من الناس الشاطره جدا في انها توصل للناس في اوروبا يعني. وبشكر طبعا اداره قناه النادي الاهلي لانها ساعدتنا، ودايما تبقى واجهه للنجوم العالميه الحقيقه يعني. شكرا لكل فريق الاعداد. نكمل بقى حلقتنا، وقبل ما نروح لأخبارنا العربية والعالمية، عندي مجموعة من التصريحات والأخبار في الكرة المصرية من البرتغالي فيتوريا بيريرا رئيس لجنة الحكام اللي عقد مؤتمر صحفي النهاردة، وقال فيه الكلام اللي جاي ده. قال: أنا هنا منذ 3 شهور، وهناك معايير للتعيين موضوع مسبقا يعني، واحتراما لذلك واحتراما لزملائي في لجنة الحكام أتابع فقط تعيينات الحكام. نخلي بالنا من الكلام يا جماعة بعد إذنكم، لكن من الموسم المقبل سيتغير الأمر، لا يوجد أحد يغير قواعد في وسط الموسم. وقال كمان: من غير المنطقي ألا أتابع المباريات وأنا مسؤول عن التحكيم، هناك مواجهات أتابعها ومساعدون يشاهدون لقاءات أخرى، كما أني أذهب لحضور مباريات في القسم الثاني. وقال كمان: لدينا مشاكل في تقنية الفيديو لأنها جديدة على هنا في مصر يعني، وبدأت منذ 3 سنوات فقط. في هولندا بدأت تقنية الفيديو من 8 سنوات، وفي البرتغال من 7 سنوات. وأكد بيريرا أنه هيكون في تطبيق نظام جديد في الموسم المقبل لتقييم التحكيم يعني والحكام، حيث يضع مراقب الحكام تقريره على السيستم الخاص باللجنة متضمنا الأخطاء التي وقع فيها الحكام. ورحب بيريرا باستقبال اعتراضات الأندية على الحكام، مشيرا إلى أن لجنة الحكام تضع الحكم المناسب في كل مباراة حسب ظروفها. برضو الكلام ناخد بالنا من الكلام. والحكم المميز يدير اللقاءات أكثر يعني. في الآخر يا جماعة، بيريرا بيقول لنا: أنا ماليش دعوة باللي بيحصل السنة دي، وبقول كلموني السنة اللي جاية. وده كلام غير منطقي، غير منطقي بالمرة. أمال حضرتك بتقبض مرتبك بالدولار كل شهر ليه؟ ما كنت تيجي من أول الموسم الجاي. هو شيء غريب اصلا الكلام اللي اتقال في المؤتمر الصحفي ده. هو الغريب ان انت بتقيم بس ومالكش تدخل لا في اختيار حكام، ولا بتقول الاخطاء التحكيميه ولا بتعالجها. طب انت موجود السنه دي ليه؟ انا اسف يعني، مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لجنه الحكام ومع احترامي لاتحاد الكوره بالكامل، بس لما رئيس لجنه الحكام يطلع يقول لنا ان انا مش مسؤول عن اللي فات دوت، وان انا ما بتدخلش في اختيار الحكام وما بتدخلش في دي، كارثه. الراجل بيقول لكم حاسبوني بقى على الموسم اللي جاي، يعني انا بقبض ال3 شهور اللي فاتوا دول اللي انا قاعدهم، وبقبض الشويه اللي انا هقعدهم كمان دول، بس انا مش بتحاسب على الموسم ده، انتوا تحاسبوني على الموسم اللي جاي. دي كارثه يا جماعه، دي كارثه كبيره جدا، ان رئيس لجنه الحكام المسؤول عن الحكام يقول انا ماليش دعوه بالحكام. طب مين المسؤول؟ انا لو نادي بشتكي دلوقتي او حبيت اشتكي لمين؟ اشتكي للمساعدين المصريين بتوعك؟ امال انت جاي اجنبي ليه؟ لما انا جايب رئيس لجنه حكام اجنبي برتغالي الجنسيه بيقبض بالدولار بقاله فتره في مصر مش قليله، جاي بعد ما الموسم بدا بشهر او بشهرين تقريبا، ولكن بيقول لك انا ماليش دعوه، انتوا تحاسبوني على الموسم اللي جاي. شيء غريب، شيء غريب. على عكس الكلام اللي بيقوله بيريرا بقى، احنا لسه مع الحكام. قررت لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اختيار الحكم المصري محمد معروف حكما رابعا في نصف نهائي كاس العالم للشباب بالارجنتين بين كوريا الجنوبيه وايطاليا، والمقرر اقامتها اليوم النهارده يعني. ياتي اختيار معروف ضمن طاقم حكام هذه المباراه تتويجا له بعد مستواه المميز في البطوله. بصوا بقى هنا الخبر ده، ده حكم مصري مجتهد وصل لان هو هيحكم نص نهائي بطوله كاس العالم اهو الشباب. طب ما في حكام مصريين كويسين يا فندم، في حكام اهو كويسين، والحكام دول مش بنشوفهم في كل الماتشات، خلي بالك. ما دي كارثه ثانيه، ما احنا بنشوف حكام مميزين بس ما بيبقاش في ماتشات معينه مش موجودين، لكن في اسماء معينه بتعمل كوارث بتجيبها تحطها في ماتشات معينه. خلي بالك، احنا شفنا كوارث تحكيميه في الدوري المصري الموسم ده ما حصلتش في تاريخ المواسم اللي فاتت واللي قبلها. انت اطول مباراه في تاريخ بطوله كاس مصر، عندك كوارث الانسحابات اللي حصلت في اللي فاتت ديت، وبقينا نشوف حكام بشخصيات مختلفة في الدوري المصري. فأتمنى أتمنى إن فيريرا يبدأ يراجع نفسه
ويقول لنا ان لا احنا بنحاول نعالج، او يقول لنا مثلا ان انا بعمل تقييم للحكام في اعاده تقييم هتحصل، يقول اي حاجه بس ما يسيبش الموضوع ان انا مش مسؤول وانا مسؤول من الموسم الجاي. دي كارثه جديده يعني. امبارح كان في بيان بقى لرابطه اللاعبين المحترفين العالميه بتحذر اللاعبين من الانضمام لانديه الدوري المصري بسبب انتهاكات التعاقدات، وكان في رد فعل واسع سواء من رابطه الانديه او من اتحاد الكره. الغريب بقى ان اتحاد الكره نزل بيان بالعربي بيستنكر وبيرفض بيان رابطه اللاعبين المحترفين العالميه، رغم ان رابطه المحترفين العالميه نزلت بيان بالانجليزي والعربي، لان انت بتخاطب جهات دوليه، منزل بيان بالانجليزي شيء العالم كله بيشوفه. اتحاد الكره ردود فعله غريبه دايما بصراحه يعني، لكن الافضل انه كان يبقى في بيان مشترك بالعربي والانجليزي لرابطه الانديه واتحاد الكره علشان يردوا على البيان اللي بيسيء لسمعه الكره المصريه ده. نتمنى ان يكون في حل للازمه دي ويكون في توعيه للانديه عشان ما نوصلش للمرحله دي. ادي هو معاك وهو على الهوا يا جماعه، ده رابطه الانديه العالميه. دي عيبه في سمعه الكره المصريه والرياضه المصريه. لما يبقى بيتحذر اللاعبين من الانضمام للانديه المصريه ده عيب. واكيد مش كل الانديه في مصر، انت انا شايف اهو النادي الاهلي مثلا مفيش محترف في النادي الاهلي اشتكى، مفيش اي حد، مفيش شكوى من النادي الاهلي. اذا في انديه ماشي عندها مشاكل، بس المشكله في اتحاد الكوره بالمناسبه. نروح بقى لمنتخب مصر للكره النسائيه. الناشئات تحت 20 سنه وقع مع منتخب ساو تومي في قرعه تصفيات كاس العالم تحت 20 سنه. في بنات موهوبات واعتقد ان عندهم فرصه يتقدموا خطوه في التصفيات، لان في حاله الفوز على ساو تومي هيلاعب الفائز من الكونغو وناميبيا. بالتوفيق لمنتخب مصر لكره القدم النسائيه ناشئات في تصفيات كاس العالم. وعاوز اقول لكم مفاجاه، منتخب مصر الاول للكره النسائيه كان المفروض يشارك في تصفيات دوره باريس الاولمبيه، لكن اكتشفوا انهم نسيوا يقدموا. بص، اكتشفوا انهم ايه، نسيوا يقدموا على الاولمبيات. كره القدم النسائيه نسيوا يقدموا على الاولمبيات. اتحاد الكره نسي يقدم لمنتخب مصر الاول للكره النسائيه في تصفيات الاولمبيات اللي القرعه بتاعتها اتعملت هنا في مصر. القرعه كانت هنا في مصر ونسيوا يقدموا هم يعني. شيء غريب ومريب بالحقيقه يعني، لما تبقى القرعه عندك في مصر وانت تنسى تقدم وتضيع فرصه على شابات ان هم يلعبوا في الاولمبيات. ده شيء غريب جدا، شيء انا مش فاهمه ومش عارف اقيمه ازاي الحقيقه يعني. هنطلع فاصل يا جماعه ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل، نتواصل ونكمل باقي حلقاتنا، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل اخبارنا، وهنروح بقى للاخبار العربيه. أعلن نادي الرجاء فسخ عقد المدرب التونسي منذر الكبير مش الكبير، بصورة رسمية. وأكد الرجاء في بيان رسمي أن مجلس إدارة لاحظ الغياب غير المبرر للمدرب لمدة أسبوع، سواء عن مقر العمل أو عن التدريبات. وأضاف أن منذر لم يحترم مقتضيات التعاقد والقوانين المعمول بها، وأشار إلى أنهم قرروا فسخ العقد مع المدرب التونسي، موضحا أن الرجاء سيحتفظ بحقه لاتخاذ كل الإجراءات القانونية. وكان منذر قد غاب من التدريبات بسبب وعكة صحية مفاجئة، ولم يتقبل مجلس إدارة الرجاء هذا الغياب الطويل وقرر الانفصال عن منذر بشكل أحادي، يعني انفصال من طرف الرجاء. نروح بقى لأخبارنا العالمية. أعلن البلجيكي هوج بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا القائمة النهائية لمواجهة المغرب التي تقام يوم 17 يونيو الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 23. وتصدر القائمة نجم النادي الأهلي بيرس تاو بعد تألقه في الفترة الأخيرة وقيادة فريقه لبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا. وشهدت القائمة خروج ليلي فوستر مهاجم برينلي الإنجليزي بدون أسباب معلنة. طبعا نجمنا بيرس تاو نتمنى لهم التوفيق، نتمنى للمنتخب جنوب أفريقيا التوفيق لوجود نجمنا معاهم فيهم. نشوف بقى، نروح لنادي اتحاد جدة السعودي اللي أعلن رسميا ضم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد لصفوفه حتى عام 26. نادي اتحاد جدة هينظم استقبال جماهيري ضخم جدا، هيحضروا 60,000 مشجع للترحيب بكريم بنزيما. وأحمد حجازي مدافع الأهلي السابق متواجد ضمن صفوف اتحاد جدة لكن مصاب، وبنتمنى له ان هو يرجع بسرعة مع وجود تكهنات حول احتمالية عودته لأوروبا في الموسم المقبل. مش بس كريم بنزيما مش لوحده اللي كان هيكون موجود في الدوري السعودي مع رونالدو الموسم القادم، لكن كمان في اساطير كتير زي سيرجيو راموس ونيجولو كانتي ودي ماريا عندهم عروض متقدمه من انديه سعوديه. دي طفره جديده للانديه السعوديه اللي بتحاول تطور من نفسها وبتستقطب نجوم العالم في الوقت الحالي. الحقيقه تجربه رونالدو نجحت من ناحيه تسويقيه، نجحت من ناحيه زياده الشعبيه
ونسب المشاهده كمان بالمناسبه زادت جدا في السعوديه بعد رونالدو. كمان بيع حقوق البث بقى في حتت عالميه. الحقيقه ان هم ماشيين بخطوات ثابته وكويسه جدا عشان يوصلوا الدوري السعودي لكل العالم دلوقتي. يعني انت بتستقطب من كل انديه العالم العالميه لعيبه، وده بيضيف للدوري السعودي بالمناسبه وبيضيف للكره السعوديه وخلى الدوري اقوى. هنروح بقى للناحيه التاليه، ليلو ميسي اللي فضل الانتقال لانتر ميامي الامريكي، والسبب ربما يكون عقد مربح مدى الحياه زي ما ديفيد بيكهام عمل مالك النادي الحالي مالك نادي الامريكي ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الاسبق. عده مصادر بقى مطلعه على المناقشات ان صفقه ميسي ستشمل على الارجح خيار شراء نسبه مئويه من فريق الدوري الامريكي عند اعتزاله. التقارير تشير الى انه مع انتقال ليونيل ميسي ستزيد قيمه النادي لتصل الى مليار دولار امريكي. هنا الخبر ده، ميسي لعيب ذكي بيرفض انه يكون زي رونالدو، فالمنافسه بينه وبين رونالدو على السنين كلها اللي فاتت دي كلها، ده يعمل حاجه، ده ياخد كره ذهبيه، ده ياخد زي، والكلام ده كله ما حبش ان هو يعتزل في السعوديه على طول، وراح رايح للدوري الامريكي. الخبر اللي جاي بقى معايا هو ان ليونيل ميسي حط شرط في العقد بتاعه مع انتر ميامي، اللي هي الخطه بقى اللي هو ايه، لما احب اخلع اخرج، ان في كل شهر يونيو من سنه هو مجدد 3 سنين بس، معاه شهر يونيو يفسخ العقد بتاعه من طرف واحد، من طرف هو بس، لو عدى الشهر ده العقد يتجدد تلقائي. طبعا ده اوبشن لميسي بس، يعني مفيش نادي في العالم هيبقى ماضي مع حد 3 سنين ويقول له انت كل شهر يونيو من حقك تمشي. الدوري الامريكي دوري خفيف جدا، هو 3 شهور في السنه تقريبا، وميسي ممكن بعد الثلاث شهور دول لو عايز يروح السعوديه يروح، بس ما يبقاش نهى حياته مره واحده في السعوديه، لان هو المقارنه اللي بينه وبين رونالدو هو بيحاول يبقى اعلى في كل شيء، بس هو خلاص انا من وجهه نظري ان هو خد كاس عالم خلاص، وعمل حقق التارجت بتاع اي لعيب في الدنيا، خد كل البطولات اللي ممكن لعيب ياخدها، مش محتاج ان هو يتحط في المنافسه دي، لكنه ما حبش ينهي حياته في السعوديه. الشرط ده ما يتحطش غير لو ميسي ناوي ينقل نفسه في حته تانية، يا يرجع برشلونه بقى يا هيروح السعوديه الله اعلم، لكن الشرط ده ما يتحطش غير لو في نيه ان هو ممكن يسيب النادي ويمشي. يعني نروح للخبر اللي بعد كده عند نادي ليفربول. اعلن نادي ليفربول اليوم الخميس تعاقده بصوره رسميه مع الدولي الارجنتيني أليكسيس ماك، متوسط ميدان برايلين، ليكون اول تدعيمات الريدز استعدادا للموسم المقبل. ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي تويتر اعلان التعاقد مع ماك أليستر دون الكشف عن مده العقد او قيمته. اللاعب منتقل طبعا من برايتون، في مقابل اعلان برايتون قيمه بيع اللاعب ب 35 مليون جنيه استرليني، وده كان قيمه الشرط الجزائي بتاع اللاعب بالمناسبه. يعني لعيب طبعا قوي وصغير في السن، وحاجه هتضيف اكيد للريدز اللي كانوا واقعين السنه دي كتير. نروح بقى لويست هام يونايتد الانجليزي اللي كان صايم بقاله كتير جدا، 58 سنه صيام عن الالقاب، وبيرجع بلقب المؤتمر الاوروبي بعد فوزه على فرونتينا بنتيجه 2-1 في المباراه النهائيه. ويست هام تمكن من تحقيق لقب بطولة أوروبا لأول مرة منذ عام 65 عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية لينهي الجفاف الأوروبي الذي استمر حوالي 58 سنة، وبيكون ده أول لقب بيحققه المدرب الأسكندنافي ديفيد مويس طبعا اللي يدرب مانشستر يونايتد، وهو في سن الستين بيحقق أول لقب ليه رغم مسيرته التدريبية الكبيرة زي ما قلت لحضرتك، ودرب فيها مانشستر يونايتد ودرب ايفرتون ودرب انديه كتير، لكن اول لقب يحققه هو لقب الاوروبي. ده غريب جدا، يعني اول مره تحقق لقب الدوري الاوروبي، ده غريب جدا جدا، لكن صيامهم جاب نتيجه في الاخر اهو زي ما حضراتكم شايفين، ده احتفالهم باللقب. ويست هام يعني 58 سنه من غير بطولات، لكنه نادي كبير الحقيقه يعني، واسم كبير في البريمير ليج الحقيقه. يعني هنروح بعد كده لخبر انا عن نفسي متعاطف جدا مع واحد بحجم مالديني. نادي اي سي ميلان الايطالي اعلن اقاله مديره الرياضي الاسطوره باولو مالديني بعد خلافات عنيفه مع مالك النادي. مالديني قضى مسيرته كلها كلاعب كره قدم في ميلان، وارتدى قميص الميلان لمده 25 موسم قبل ان يعتزل في سن ال 41 سنه 2009 وينضم لاداره النادي في 2018. حتى انشيلوتي، طبعا انشيلوتي نجم ايطالي كبير المدير الفني لريال مدريد الاسباني، طبعا هاجم بشده القرار ده وقال ان ده عدم احترام لتاريخ نادي الميلان. مالديني جزء كبير من الميلان، جزء كبير من تاريخ الميلان باولو مالديني. مالديني تسويقيا من اعلى اللاعبين اللي لعبوا في تاريخ الميلان، سواء بعدد ماتشات اتلعب او عدد سنين قعد جواها او ارقام قياسيه حققها، ورغم ان هو لعيب مدافع
لكنه كان قائد الفريق لسنين كتير جدا. هو كان باك ليفت ولعب سيرد باك ولعب ليبرو في اخر ايامه يعني، ولكنه اسطوره بكل ما تحملها الكلمه من معنى. خلافه مع رئيس النادي حول سياسه اداره كره القدم بالنادي، هو طبعا النجوم اللي زي مالديني ما يحبش حد يتدخل في شغله حتى لو كان رئيس النادي. فمالديني الراجل ليه سياسه ورئيس النادي ليه سياسه ثانيه، فاختلفوا. فمالديني قرر الانسحاب، فالتاني قدم له الشكر عادي جدا. لكن اسطوره الميلان اكيد تعاطف الناس معاه، واكيد الراي العام العالمي هيكون له راي ثاني خالص مع ميلان ومع مالديني. مالديني ده واحد من اساطير الدوري الايطالي ومن اساطير منتخب ايطاليا ومن اساطير ميلان، يعني احنا هو كمان ليه كاريزما خاصه مع الناس، فاظن الموضوع مش هيعدي كده يعني. نروح بعد كده للاتحاد الالماني. الاتحاد الالماني اعلن الاتحاد الالماني لكره القدم اليوم ان عدد المتابعين لمباريات دوري الدرجه الاولى الالماني للسيدات شهد زياده كبيره جدا في موسم 2022-23، وتابعوا اجمالي 359,404 مشجعين مباريات دوري السيدات من داخل الملاعب الموسم ده او الموسم الماضي يعني خلاص. وطبعا عقبال عندنا في الملاعب العاديه في الرجاله يعني. وبلغ متوسط الحضور الجماهيري في المباراه الواحده 2723 مشجع، بزياده حوالي 3 اضعاف عن اعداد الحضور في الموسم السابق اللي هو 21-22 يعني. وهيشهد حضور اجمالي الموسم اللي فات ده شهد حضور اجمالي 108,483 مشجع، ومتوسط 806 مشجع في المباراه الواحده. الكره النسائيه بدات تاخد شكل تاني خالص على مستوى العالم، وفي كاس عالم السنه دي للكره النسائيه وفي استراليا ونيوزيلندا. طبعا الكره النسائيه شعبيتها بتزيد وبقى ليها دور وبصمه كبيره جدا، وبقى الفانتينو بيتكلم ان هو عايز ياخد عقود رعايه وعقود بس زيها زي كره القدم الرجاليه. وقربنا، والكره النسائيه رايحه في سكه في العالم محترمه جدا الحقيقه يعني، واشتغلوا عليها كويس واشتغلوا تسويقيا عليها كويس. النهارده كان يعني معانا اخبار متنوعه، وكان في تنوع في الاخبار بشكل كبير جدا، وتابعنا بعثه الاهلي وهي مسافره المغرب واخر مران ليهم، وما نسيناش نغطي بقيه الاحداث في كل حصه في العالم. وشفنا حوار مع لوبوتيجي لاول مره في الشرق الاوسط وفي القنوات العربيه وفي مصر، والحقيقه يعني احنا سعيدين بتواجد لوبوتيجي معانا. وبشكر تاني احمد شهاب وفريق الاعداد بالكامل اللي عملوا مجهود كبير جدا عشان لوبوتيجي يبقى معانا النهارده. كده انتهت حلقتنا في 7 دي سبورت، وان شاء الله هيبقى معانا انترفيوهات كبيره وانترفيوهات اهم في الاسابيع اللي جايه ان شاء الله. ونسيبكم دلوقتي، وان شاء الله نلقاكم الاسبوع القادم بعون الله ورعايته. وفي الختام خير وسلام.